وضرب النساء معشر الإخوة وإن كان مباحا إلا أنه ليس بمحبوب، ليس بمحبوب عند كرماء الرجال وشرفائهم وفضلائهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادمة إلا أن ولن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، فضرب النساء مكروه عند عقلاء الرجال ونبلائهم وشرفائهم وفضلائهم ورفعائهم وعقلائهم، مكروه هذا عندهم. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى مع أنه مباح، فقال: لا يجلد أحدكم امرأته جلده العبد أو عبده ثم يضاجعها، وفي رواية في أول النهار ثم يضاجعها من آخره. كيف بالله تضربها وتجلدها كما تضرب العبد وتريد نفسها بعد ذلك تطيب في فراشك؟ ما يمكن. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق الذميم. وإن كان مباحا أن تؤدب المرأة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فجعل الضرب آخر دوائر. ومع ذلك هذا الضرب مضبوط عند العلماء بأنه بلكزة ولطمة لا تكسر عظما ولا تشين جارحة، ما تضربها وتصفعها على عينها فتخرج عينها أو على أذنها فتخرج الطبلة، لا يجوز. والضرب على الوجه حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ومع ذلك في المحاكم تسمع الشكاية من ضرب الرجال للنساء، وهذا خلق ذميم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بهذا الذي سمعتم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد عبده أو جلد العبد ثم يضاجعها.